إصابة عضلية خوان برنات الذي يتمتل التدريبات وبالتالي العودة إلى أجواء المنافسة. 16 يوليان دراكسلير 23 رافينيا داكبا في الاستلام يرفع داكبا داخل وداكبا استلام من الشاب داكبا يحاول المرور يقطع الوي بقميص باريس سان جيرمان طول أبده الركنية 250 بقميص نادي باريس قميص نادي باريس سان جيرمان طلاقة هنا محاولة للدخول دي ماريا يرفع الكرة لافون دي ماريا دي ماريا ماذا سيفعل دي ماريا قوية سحرية من جانب الأرجنتينيان دراكسلير يرفع دراكسلير والراسيسة ماركينيوس والثاني فرصة حقيقية للتشروغة مبابي في العمق ممتازة ممتازة رافينيا يدي نوت فرصة فرصة ممكن 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 موقف اللعب في هذه اللحظات بعد مروري هذه الفرصة لفائدة نادي باريس سان جيرمان هنا كيف رمى بجسمه اللاعب رافينيا شاف رافينيا في التموض على القائمة الأول باروي الماضي هاي الفرصة هاي الفرصة وهاي التسديدة مبابي وكأنه تفاجأ بهذه الكرة ماذا أراد أن الكناري نادي نونت والتصدي كان ممتاز كان قريب نادي نونت من تسجيله هل هذا حط لي داكبا 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 رافينيا في عملية المراوغة يدخل وسط لاعبين في خطأ أم لا كوكو سايمون بلاس ينتظر فرصة تسديدة ولكن نادي دون تركيز من جانب اللاعب توريلي ثاني مرة عطى دي ماريا ودي ماريا التي القائمة الأيمن تكلمت عن مواجهة ليون دراكسلير في التحضير هنا دي ماريا في وضعية ممتازة فيراتي في التحضير إمكانية تسديدة لمسة الكبار ثنائية رائعة جدا بين فيراتي كيا ومن أروع المترابطات بين لاعبي نادي بدون جميل فيراتي ورافينيا رافينيا لافونت متألق اليوم لافونت متألق ممتازة هذه ممتازة 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 جول 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 يوليان دراكسلير هذه المرة باريس سان جيرمان يتمكن من التسجيل عن طريق اللاعب يوليان دراكسلير بعد هجمة منسقة فيها الكثير من الإبداع هنا سايمون يرفع كرة نافاس في المتابعة نعم سهلة في شوط المباراة الأول دي ماريا تحت الضغط إلى جرأة هجومية أكبر سننتظر إن كان سمنا هنا هجمة باريسية مراوغة ممتازة جانب من مهارات مبابي وانسلالات مبابي ممتاز في أول مناورة مبابي يتجاوز بالوا بطريقة رائعة حاول يحط مبابي راوغ لم يمر لعب مبابي مرة أخرى ليمن تسديدة فرصة هنا ممكن 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 تعادل التعادل لنادي نونت عن طريق اللاعب مواني غلطة دفاعية ومواني يدرك هدف التعادل في هذه الأثناء هدف جميل جدا هدف جميل كذلك هنا بياباك دي برانس يمشي لعب مبابي مبابي هذه فرصة لعناصر نادي نونت فرصة ممكن ممكن الهدف الثاني الهدف الثاني نادي نونت يعود بقوة في هذه المباراة يقلب النتيجة لمصلحة مشاهدينا الكرام بعدما كان منهزما هو يتقدم مرة أخرى وفرصة إمكانية رفع الكرة الأول من بابلو سارابيا إيكاردي يطلبها بسرعة